الرحمن الرحيم. نحن الآن في معهد الثقافي بسيدي بشر بإسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة تيسير. أهلا بك يا نوران. عايز أعرف بحضرتك. معك يا مدام تيسير محمد الشهيل، مدير إدارة التدريب والإرشاد بالإدارة المركزية بإسكندرية. تمام. طب المعهد هنا الدورات اللي تتم فيها إيه هي؟ إحنا نبع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أساسا يعني، والدورات بننفذ الدورات الخاصة بالهيئة، وهي جزئين، في جزء يتبع تطوير الإرشاد ده جزء الفني، وفي جزء بيتبع التنظيم والإدارة وده جزء الإداري، والهيئة بتنفذه هنا، بنأجر المعهد هنا يعني، والمتدربين أولاد الهيئة بيجوا هنا يقيموا وفي إعاشة وقعدوا طول الأسبوع وأنا ببقى مشرفة عليهم. يعني علاقة الهيئة بالمعهد هي تنفيذ دورات؟ تنفيذ الدورات. طب هي الدورات دي بتبقى عبارة عن إيه؟ بصي، الفني يعني كل ما يخص الهيئة، يعني من أول استزراع السمكي لإدارة الاستزراع للتفريخات وبنطلع زيارة ميدانية لما بيكون الموضوع مستدعي، يعني بنطلع زيارة مفرخ أو لمزرعة سمكية سواء أهلية أو حكومية. طيب إيه هي مكونات المعهد هنا وإيه ملحقاته؟ هو المعهد يتبع الشؤون الاجتماعية وبيتأجر، ما احنا بقالنا 30 سنة بنتعامل معاهم، في مكان كبير لإقامة الشباب يعني، وفي أسرة، وفي كافيتيريا اللي بالليل بيقعدوا فيها يعني، ومسجد، وهو ميزته ان هو في نص البلد يعني، حلو الولاد بيحبوه لانه قريب من البحر، وفي نفس الوقت الحركه سهله بالنسبه لهم يعني، يروحوا محطه الرمل او يروحوا اي مكان، سهل مواصلاته سهله والمكان حلو. شكرا استاذ تيسير.